سعيد جدا ما أكون في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر الكريم في جامعة الملك فيصل في مناسبة وفعالية خارج النمطية. احنا دائما نشوف الجامعات دائما ننظر لها بنمطية معينة، أعضاء في طلاب تدريس أبحاث علمية، لكن تكون داخل المجتمع تحرك مع المجتمع، أظن هذا خروج عن النمطية اللي اعتادت عليها كثير من الجامعات. أيضا المجتمع ينظر للجامعة دائما من خلال أسوار، فهذه الأسوار أشبه ما تكون أسوار حاجز نفسي ومعنوي أيضا، ينظر للجامعة أنها شيء منفصل عن المجتمع. اليوم لله الحمد شاهدنا كسر لهذا الحاجز النفسي والمعنوي، شاهدنا المجتمع كله موجود بأطيافه، نساء رجاله أطفاله وشيبانه، فوجود هذا التفاعل بين الجامعة والمجتمع أعتقد بغاية الأهمية. وكما يقال يعني المؤسسة بأن تعمل بنفسها وحدها تؤدي شيء قليل، تقدم لكن تقدم شيء قليل، لكن أن تعمل مع مؤسسات المجتمع ككل مع المجتمع ككل بلا شك ستقدم أشياء كثيرة. فشكرا حقيقة للجامعة ومنسوبيها وأعضائها وطلابها، وعلى رأسهم الأخ الزميل الدكتور مهند لامي على هذه المبادرة الجميلة جدا، ونسأل الله تعالى التوفيق، وإن شاء الله تعالى نشوف فعاليات أكثر وأكثر تخدم المجتمع وتوجد هذه الروابط المستمرة مع أفراد المجتمع في كل أطيافه.